Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sure-i Nisa ayet-i sabbistu lidiya halqi alemi vahad veje vellezine amenu ve amilu salihati. Van kese ki imani anine ve ameli salih kerine senuhilum cennatin tecri min ta'tiha el-enharu halidine fiha ebeden. Emi van dahil beken de beni dahil bakın de cennete ki da ko de beni ve cennete çem de meşem ev ebedi ve cennete dabel ev ya vaad Allah hakka ev ya söz de ki taraf Khuda daye ku hakku rasta ve men estaqu min Allah qila ki gotan olarak şu Khuda rastre evet. Leyse bi emaniyikum. Leyse bi emaniyikum ve la emaniyi ehlil kitabi. Ne bi huziyu o tahminu o bi kurultiye ve kuvun hayala şuha çeydikin divin şu ehli khalasiye emin ve ehli kitabı Rabbin cenneti bi perça di froşin li milleti divin ehli khalasiye ehli cenneti emin nevsa ya Rabbi alamin bi. Evye nevsa ya. İca çoğu, men ya'mel su'en yüzze bihi. Kiko harabi gibi ki eyvara ceza kınıp bi. O kiko kancıyı gibi ki Rabbi alame boçı. Go sen udkhilu min cennat rejim ta'ati ile nar. Ve la yecid lehu min dunillahi veliyen ve la nasira. O jihiri khuda. Bey khuda. Tujira ne dostaki ne alikareki peydernaki. Ve men ya'mel min salihati min zekere ve unsa. Abini. أصل أوان كي عمل بك عمل صالح جميرة يا بيرك وهو مؤمن وأوج مؤمن بفأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا أو أو داخل الجنة ببن أو بقدر يعني وصا بنك كي زراب كهيه دنا وخرمي دا وكا وكا درزية كي إنجاج الوان نا يظلم كرين يعني قناع كرنا ربي عالمي ببيا بيتشتي هندك إفادة كرية يعني معنى كعدم يعني قد قد ظلم نا يكرن ki kanjiye bke mer ve pirek de belle ba khuda hunda nabe ewe biya mukafata khu ya cezayı khu bebine ve men ehsenu dinen min esleme vejhehu lillahi ki kanjtire din olarak jivi kese ku teslim bke nefsa khuş khuda ra ve evji mümin be ve tebe'a millete İbrahim hanifa o ve tabi'i dini Hazreti İbrahim o hanifen halu kevni vici kuş tamamı dini batıl meyil dike, hudur dike, o te bal dini Hazreti İbrahim ve ama dini Hazreti İbrahim usayku ve ettehaz Allahu İbrahim'e halila Hudayi Teala ci Hazreti İbrahim şukura dost girtiye hidiye dost şukura ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ardi işte asiman ve ardi teb'i hudane ve kan Allahu bi kulli şeyin muhita Hudayi Teala jiyet ilmiyete huva her çiçtiydi huda girtiye hala jiyet her çiçtiydi her çiçtiydi haberdare تشتكي كو بي علميتا خودي هبتنا شتي آسيمان و أردي آسيمان و أردي ودنا بينا واندا أبانا تب دبني نزرقاها خودي دانا هيا خودا جيهية ويستفتونك في النساء او طلب فتوى حقي بيلك على شتذكن جوانا بيجا قل جوانا بيجا الله يفتيكم برا خودي فتوى وبدأ فيهن الحقي بيلك على وما يطلع عليكم في الكتاب ملي وما يطلع عليكم في الكتاب او تشتكو هاتيا خوندن جوارا هاتيا خوندن جوارا دي كتاب دا بري درباس بو يعني آيات دعي حق بيدك دا آيات درباس بو في يتام النساء اللاتي لا تؤتونهن او ما يطلع عليكم في الكتاب دا قرآن دا بري بيا آيات درباس بونا في يتام النساء دا حق وان يتيمة جبيرك اللاتي اواني وكو لا تؤتونهن ما كتب لهن ونادن وان او تشتيك خدا فارس كربو جوان روان حقي وان نادن وان وترغبون ان تنكحوهن وناغوزم وارا بزوجنجي وناغوزم وارا بزوجنجي وياغود وندخوزم وارا بزوجن ون حقي وان نادن وان ايجا خدا دبي من جوارا قوتية ذا حق وان دا بري يعني آياتي بري ربي عالمي حق وان دا نازل كريا في يتامى النساء والمستضعفين وحق وان مستضعف دا من الولدان جسابيا
خدای تعالی بشه و ان تقوموا لليتامى بالقسط و گره حق یتیما به عدالت بدن وان و یعنی عدالت حق یتیما را اجرا بکن و ما تفعلوا من خیرین او تشتکون خیری بکن فان الله کان بی علیما محقق خالق عالم پیزانه و این امرأة خافت من بعلها نشوزا اگر پیرک کی بترسا جمیر خو جبی عقوبتیه بترسا کو امیری وی و بی عقوبتیت که نشوزیت که بی عقوبتیت که اخلاق سزیت که او اعرادا یا بری خوش فتلینا فلا جناح علیهما فلا جناح علیهما گناه لسروان هبیتن ان یصلحا بینهما دنابا خدا صلح ببن ان یصلح بینهما صلحا یعنی صلح ببن دنابینا خدا بصلح حکی یعنی مثلا یا پیره که اینکه حقیق باز گش ببه یا میرش اینکه حقیق باز گش ببه او لسری صلح ببه و صلح خیرون صلح کل هف بصلحن لهف بکن خیر تره جبردانه یعنی خیر من الطلاقی صلح اوه اشخوه هنگش حقیق باز گش ببن اما خدای تعالی و احضرت الانفس و الشحا اما جن نفسی را طماعي جي خناقة دائم بيراية يعني واحدة تقول حاضري نفسية طماعي يعني نفس حاضري خود ويا أب طماعي يعني طماعي جي نفسي ناقة يعني سبزو مير دبا بيلك دبا جي حقي خو فازجيش نابا بلي يعني مثلا خلقيتا نفسي لسا طماعي هاطية جبليت كده هاتيه أو كده بلي وإن تحسنوا وتتقوا أجر وقن جيبكن وتقوى يبكن فإن الله كان بما تعملون خبيرا محقق خداي تعالى بكرنا وخبر داره ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء أما أصلا بأصلا والنكار عدالته تامنا دنام بيرة كذا بكن يعني چونكي أبيا زيلي طاقة بشرعه یعنی کتی حس کرنا دلی خو اشیاء مالی هر تشتی یعنی تی تام تامنه تی حق پیرک و عدالت بکی شن پیرک تهبن خالق عالم ادوجه و نکارن بکن ولو حرستم ونچ قص عاشی استکلی مرجی اگر یه نابه سببه که اندی مره قیره ده حبسی حب پیرک نینه که دو نکاری عدالت کی اندی پیرکی بینه نوی معنی رب عالم ادوی بیاش خو زیده قوتا تیه هما بقدری که تو کاری بجیبینی تی بجیبینی تو جه سرمنی تشتی که زیده قوتا تی تو جه نسرمنی لا یکلیف الله نفسا الا وسعها تشتی که زیده طاقتا انسان خدای تعالی وی زیده طاقتا مرم مرجی سرمنی ناگره آن دیده پشتی بسای فلا تمیل کل المیل اما اون تمامی لمیل خو عدالت اج حقیه نقطینا بقدری اون کارن بجیبینن بقدری اون نکارن رب عالمي وجه سرني ناقلة مثلا في خنبري عليه السلام وقت عدالته كده نبينا في ديكي خدا قلتي يا ربي ابي اتشتكو عدالتك وجمنتي ازدكم تشتكو تدزاني وتدكاري بكي واني كارم بكم يا ربي توجه مجي معافك ها في عليه السلام بخش عاجزتي يا خو جي داير الفادة كرم ها ابي ناي معنى كو شو هنكي في ديكي بيجن كنتوني كاري عدالتي بجي اتحبكي بيني نبوي معنى يا ربي عالمي وصنا وجه دبي وان شقاب خوزن جو نكار تام من عدالته بكن ناش خوش شو كي صبيه مرب بخو مرب وكه بجد تبا عيني وكه بحزناك شو كي جمر را تب وكه منين او بخو باخلاقي تب وكه منين لو ما كو حس كرنا مرجي مرب وكه جوا حزناك بيلك جي وصانا عندي ربي عالمي فيكو تنكاري بكي عدالته تام شقط استقلی بیجی اما با تمامی لجی تج عدالت نقطه بقدر تو کاری بکه اوی درجی و خدا تعالی تجی معاف که بله فلا تمیلو کل المیلی اندی با تمامی لمیل خو جا عدالت نقطه نکون درج پیرک بردن با تمامی ل و سالکم فتزروها فتترکوها تب درج پیرک بردن کل معلق و تیوی وصا بیلی کل معلقه وکا آصلی وکا کد آسقی دابه یعنی نتو برده دی که جنک هرش خورا یکی دن بینه و نتو برا علاقا میلو جنک یه پیرادت کی آد بیو سانکه رب عالمی بیو سانک پر هنه مثلا بکو پیرکا ددیاتینه پیرکا خویا اول دکه حکم معلقه
Yani ne tam bir alakat ket ke bireka gıtı ne bağı alaka mirucunu tepelat ke o neci ve berdek varaya kiden bine Rabbi alamı fe usanaka ve in tuslihu ve tettequ eğer un sulh biben o islahi biken o un takvayi biken fe inna Allah kana gafuran rahima muhakkak Kuday Teala yeku gafura ve Kuday Teala yeku rahima rahma ve in yetefarraqa ve lhev nekir ونصلح النبود أو قاخذي جوجي ونصلح النبود ها أجاك وجهار بقتن يعني ميروجن أجاك وجهار بقتن وإن يتفرغ أجاك جهار بقتن قيامة رنابة تشكينابة ربي عالم البتشي يغني الله كل من ساعته أو يخذي تعالى هير دياجي جفريا خو جرحما خو ايوان زنجين بك وان تير بك يعني مثلا عرضا خذي فريا رزقي خذي فريا رزقي كسي بكسي نينة كسي برشينا نامره بله وكان الله واسعا حكيما خداي تعالى يكون رحمة ويجنشة وخداي تعالى يكون هرتشتي بزانين داتينا لجيودا شنك خداي تعالى في إمساك معروف أو تصريح بإحسان يا تيوي بقري بقنجي يا جي تيوي بردي ديسا برحتي بي أزياء يعني ميرو جن لباهب جرش هفرا نبن وقع عذاب يا جرى تيوي بقري ويبقري بقنجي ويبقري باخو بيدك ولارا يا جي تي في بردي برحتي تي في بردي بك تو وجه رب ما كعزا يا جي تي في كوجي درك ليخي يا ودرك تخا رب عالمي وصا نافجة ولله ما في السماوات وما في الأرض تشتر أسمان وأرض تبدا أي خدايا ما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم محقا ما وصيت كريه جعل كتابا أبي بريوة والوش ما وصيت كريه ما قلت يتش أن تقول الله إيش خدا بترس وإن تكفروا أقولون إنكار خدا ونعمة خدا وقنجتي ومزناطية خدا بكن فإن الله فإن لله ما في السماوات وما في الأرض شتل أسمان وأرض تستبع خدايا وكان الله غنيا حميدا خداية على هر زنجينة وخداية على هكو حمدي وتكرني يعني إيكار كرنا و جعظمتا خداية تشكي كم ناك ولله ما في السماوات وما في الأرض دي ساقودات يعني تكرارتك ولله ما في السماوات وما في الأرض تشتر آسيمان والأرض تبه خداية وكفى بالله وكيلا هذا خدا كافية جيت وكيل أولا رقبك وفتبه خداية تشتكي كسي تتنى إن يشأ يذيبكم أيها الناس أجر خدا بخوزة أجر خدا بخوزة أي وببة وببة ويا أي جل إنسانا أجر خدا بخوزة كاره وتم محو بك يخ بك سر يبي أرضي هلا أو أبي كون نيارتيا في خمبرة جوان عربي بدوي راد بجا وخدا أجر بخوزة أي وببة سر يبي أرضي ون 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 جوابا جوابا دعوة في خمبرة عصام نادن و نیارتیا پیغمبر دکم بدعوا اسلامی را نیارتیت که خدا بخوزه ایوه ببه و یادی بی آخرینه و اوهین که دنه بینه وقتی به آیت نازل دبه سلمان فارسی لبا پیغمبر اسلام پیغمبر اسلام دستی قول پشتا سلمان فارسی دخه دبه او قوم آخر که عرب وقتی دبش دینی خو بردن و خدا قومه که دنه بینه او قوم ویمر بیبه يعني قوم فارس به وكان الله على ذلك قديرا وخداي تعالى قوة القدرة طوي لسرد قاسي هي قوة ببا وقوم دني بينا يعني وقت أم دفش ديني خبرتنا العياذ بالله أبي خالق عالمي من دني بينا من كان يريد ثواب الدنيا كيكو نية طوي مكافأة دنيا به فعند الله ثواب الدنيا والآخرة لبا خدا مكافأة دنيا وآخرة تبهي وكان الله سميعا بصيرا خدايت علي هر ساعتك وخدايت علي وهر دبينا